جربتها وعشقتها، من ذقها عرف السعادة ما تكون. إني تأملت الورى ما ينشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأنا والله مسرور بهذا اللقاء، وأسر الله أن يجزيكم أنتم أولا حقيقة خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم، أسر الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، الدعاء هو عبادة من أعظم العبادات. بعض الناس أحيانا يدعو الله تعالى بالشيء ثم يبدأ يستعجل الإجابة، تجده مثلا يدعو الله تعالى ثم إذا قلت له مثلا طيب استمر في الدعاء لولدك المريض، استمر في الدعاء في أن يقضي الله دينك، فيقول لك يا أخي أنا قد مضى لي شهر وأنا أقول اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ، لا تقول لم ينفعني الدعاء، الدعاء ينفع لكن لا تستعجل الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبه لتصل إلى هذه المرحلة. موسى عليه السلام ذكر الله تعالى قصته في القرآن، وأنه دعا على فرعون، والذي أمن على الدعاء هارون. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى وهارون، قال الله جل في علاه إن موسى رفع يديه فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم، قال هارون آمين، واشدد على قلوبهم، قال هارون آمين، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال هارون آمين. وارتفعت الدعوة فوق إلى السماء، قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، المدعو عليه فرعون، لم يدعى على رجل، لم يدع موسى عليه السلام على رجل شارب خمر أو واقع في فاحشة أو سارق لأموال، دعا على رجل يقول أنا ربكم الأعلى، دعا على رجل يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويعني يعيث في الأرض فسادا، فلما دعا قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. تدري متى رأى موسى الإجابة؟ يقول ابن كثير ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. لماذا؟ لا تسأل لماذا، أنت عليك ادعوني والله تعالى تكفل بي أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، تدعو الآن، تدعو بعد ساعة، تدعو بعد ساعتين، تدعو بعد شهر، هذا إليك، تدعو في الليل، تدعو في النهار، هذا إليك، لكن أستجب لكم الله جل وعلا الذي تكفل بها. لكن اعلم أن الله تعالى لا يستجيب إلا في إن الله تعالى إذا استجاب فإنما يستجيب لك لمصلحتك، بمعنى أن الله جل وعلا جعلها 40 سنة لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. قد يكون خلال هذه 40 سنة هناك قوم من قوم فرعون دخلوا في الإسلام، قد يكون الله جل وعلا أراد أن يعظم الأجر لموسى عليه السلام، قد يكون رب العالمين أراد أن يزيد بلاء أصحاب موسى ليزيد أجورهم وثوابهم ودرجاتهم عنده، ما تدري، لكن اعلم أن الله تعالى جعلها 40 سنة لأنه لا يصلح أن تكون 39 ولا يصلح أن تكون أكثر من ذلك، بل لا بد أن تكون في 40 سنة كما جعلها الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد، لماذا يا ربي؟ قال لما يسمع من حسن تضرعه. يعني إنسان مثلا ولده مريض، فهو دائما يقول يا ربي يا كريم يا رحيم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اشفي ولدي المريض. فلو أن الله تعالى شفى الولد مباشرة لا ربما توقف الدعاء، فيؤخر الله تعالى الإجابة أسبوع، أسبوعين، 3، لأجل أن يستمر هذا العبد في الدعاء. فانتبه، لا تكن قليل الإدراك وتقول والله يا أخي أنا ربي ما استجاب لي. طيب والحل إذا لم يستجب الله تعالى لك؟ إيش الحل؟ كيف التعامل مع هذه المشكلة التي نزلت عليك؟ هل الحل هو أن تتوقف عن الدعاء؟ كلا، بل الحل أن تلح أكثر وأكثر في الدعاء.
يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: ومثل ذلك، يعني مثل إلحاح العبد على ربه، كمثل غلام طردته أمه من دارها. يعني الولد عمل مشكلة في البيت فأمه طردته من البيت وأغلقت الباب. هذا الولد ليس الحل للتعامل مع مشكلة غضب أمه أنه يهيم على وجهه في الشوارع وربما خطف أو دهسته سيارة أو حصل له مشكلة، إنما الحل أن يستمر في طرق الباب وأن يستنزل رحمة أمه ويطرق ويرن الجرس ويطرق الباب مرارا وينادي عليهم، وإن كان عنده هاتف يتصل بها، وينوع الأساليب ويصر ويلح ويبكي ويستغيث ويستجير بها حتى تفتح له الباب، وربما ضمته إلى صدرها وأعطته أكثر مما كان يطلب. رب العالمين له المثل الأعلى جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء، أخلق بذا الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن الطرق للأبواب أن يلجأ. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلنا وإياكم من يستجيب الله تعالى دعاءهم ويكشف عنهم بلاءهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. واعلموا أيها الإخوة والأخوات الحقيقة أن الدعاء وارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى له لذة قد ذاقها السابقون فأكثر منه، ولا يزال يذوقها أعداد من الناس، له حلاوة سواء في سجود الإنسان أو بين الأذان والإقامة أو في ثلث الليل الأخير قبل الفجر، فلا شك أن الدعاء له لذة فجربها. جربتها وعشقتها، من ذقها عرف السعادة ما تكون، إن ابتسامات الفقير لها شؤون، تأتيك من قلب تجرع كله، تبدو كزهر وسط أشواك السنون، تبدو كفجر قد طوى الليل الخوف.